سلطان ما شاء الله مشاريع كبيرة، مشاريع عالمية نقول. يعني تعليق على هذا الكلام، المشروع اللي نشوفه الحين حصل جائزة على مستوى العالم، حدثنا عن هذه الجائزة. حقيقة المشروع هذا يعني من المشاريع المميزة، لأنها بنى في منطقة بحرية واحتاج أمور كثيرة في قضية عزل المياه وإنشاء المشروع بحد ذاته، لأنه كان مشروع تصميم وبناء، فأنت قاعد يعني تتسابق مع صاحب المشروع أنك أنت تجيب له الديزاين المقبول، وفي نفس الوقت قاعد تنشئ المشروع من يعني من 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 الأساس. والمشروع مكون من عدة مواد رئيسية، اللي هي مثل ما تشوف الخرسانة وكذلك الحديد ودخول الماء عليها. ففي يونيك، اليونيك كذلك مش فقط في العملية الإنشائية، إنما كذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية، فاستغرق وقت كبير في قضية الإنجينيرينج حقيقة. ولكن الحمد لله تم إنجاز المشروع يعني بإتقان. طبعاً احنا مشتركين في هذا المشروع مع شركة إسبانية، هي الترسية كانت على شركة إسبانية، والشركة الإسبانية دخلتنا احنا في الائتلاف على أساس إن احنا نحيي المشروع. فالحمد لله حتى في أخذنا القيادة في المشروع، والحمد لله المشروع فاز كثاني أجمل مشروع ل2018 عالميا، حيث أنه تم منحنا جائزة الإنجاز والتفوق في لاس فيغاس من العام الماضي، آخر العام الماضي، من يعني شهور وجيزة. فطبعاً راح فريق العمل من شركة الجابر للتجارة والمقاولات واستلمت الريورد، وإن شاء الله أنا بطلعك على هذه الشهادات.